شعبان قرب ينتهي، رمضان على الابواب، فرحانين برمضان ها؟ يا ترى راح اوحشكم زي ما توحشوني؟ لا اوصيكم يا شباب، مو تسوي لي فيها مطاوعه في رمضان، قران وتهجد وتراويح، صوموا في النهار انبسطوا في الليل، ما فيها شيء لو بعد الصيام والتعب تسلوا نفسكم بسهرة، جلسة شباب، شوية معسل، تمشي في السوق. أصلا التمشية والسهرات ما تحلو إلا في رمضان، يعني معقول تسيبوا البنات الحلوين في الأسواق وتروحوا للتراويح وانتوا يا بنات وراكم موسم عيد وزواجات، والشوبينج ما يحلو إلا في رمضان. ما أبغى أرجع ألاقيكم اهتديتوا ها؟ أنا رايح دحين وراجع لكم بعد العيد. إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين.